أهلا بكم في هذا الأسبوع. نبدأ جولة الأخبار من مساءلة رئيس الحكومة بالبرلمان. حل عزيز أخنوش رئيس الحكومة الاثنين بمجلس النواب في إطار أول جلسة مساءلة بالدورة الربيعية للبرلمان. وقدم أخنوش مجموعة من المعطيات الإيجابية حول صمود الاقتصاد الوطني في ظل ظرفية دولية تتسم بالفجائية واللايقين، وأكد أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها رغم التطورات الدولية والوطنية، مشددا على أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة واجب وطني لا يمكن التقصير فيه. والملك يهاتف عاهل الأردن. أجرى الملك محمد السادس هذا الأسبوع مكالمة هاتفية مع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. وحسب بلاغ للديوان الملكي، فإن المكالمة شكلت مناسبة لاطمئنان العاهل المغربي على صحة العاهل الأردني بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها مؤخرا. وفلسطين تثمن موقف المغرب من اعتداءات المسجد الأقصى. ثمن سفير فلسطين بالرباط جمال الشوبكي موقف المملكة المغربية إزاء الاعتداءات الأخيرة بالمسجد الأقصى. وقال الشوبكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن موقف المملكة المغربية يعبر عن رفضها لأي إجراءات من شأنها فرض وقائع جديدة بالقدس ترمي لتغيير طابعها وموروثها الحضاري والديني. وتأكيد وإشادة بالدور المحوري للملك بالقضية الفلسطينية. أشادت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني التابعة لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية بموقف الملك محمد السادس الثابت والداعم لفلسطين وقضيتها. من جهتها، أبرزت لجنة عربية وزارية خلال اجتماع طارئ انعقد بالعاصمة الأردنية عمان دور الملك محمد السادس في نصرة المدينة المقدسة. واعتمدت اللجنة بالإجماع بيان اجتماعها الطارئ المؤكد للدور المحوري للملك. وإلى مشاورات مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية. عقد مجلس الأمن الأربعاء اجتماعه نصف السنوي للمشاورات المغلقة بشأن قضية الصحراء المغربية، وجرت هذه المشاورات بمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي مستورا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو. وكشف دي مستورا خلال الجلسة أنه يعتزم القيام بزيارة للمنطقة لكن دون تحديد تاريخ ذلك. ونختم بدعم مهني النقل وشروط الحج. كشف مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة صرف ما مجموعه 344 مليون و 176 ألف و600 درهم لفائدة مهني النقل الطرقي ضمن الدعم الاستثنائي الحكومي، وأردف أن الدعم الذي جرى صرفه عبر تحويلات وحوالات بنكية شمل حوالي 140 ألف عربة. من جهة أخرى، أكد أن الحكومة لا تتحكم في شروط الحج، وأردف أن هذا الموضوع مرتبط بجهات معينة ويتم تحديد إجراءاته وتدابيره على هذا الأساس. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.